نحن اليوم بفضل الله عز وجل في رمضان المبارك الذي سنه الله تبارك وتعالى لنا للصيام والقيام وأكرمنا فيه برفعة في الأجر والدرجات وبفوز ونصر في المعارك والجولات. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رمضان نصر للإسلام والمسلمين وعزة لدين الله عز وجل. كنا سابقا يا أخواني ننطلق إلى معارك ضد النظام النصيرية الرافضة الكفرة المجرمين، وبفضل الله سبحانه وتعالى جهادكم أثمر وحررت الغوطة، بل وحررت مناطق كثيرة غير الغوطة بجهاد جيش الإسلام ولله الحمد. واليوم نبتت لنا نابتة لتدمير جهادنا وإذهاب ثمرته والقضاء عليه، وقد جربت هذه الفئة الضالة، فئة الخوارج، فئة عصابة البغدادي، عصابة العراق والشام، جربت هدم الجهاد فهدمته في أفغانستان، وجربت هدم الجهاد فهدمته في الشيشان، وجربت هدم الجهاد فهدمته في البوسنة والهرسك، وجربت هدم الجهاد فهدمته في العراق، ثم جاءوا اليوم ليهدموا جهادنا هنا في الشام. جاءوا بعقيدة خبيثة حقيرة نجسة قذرة مصادمة لدين الله عز وجل، ضد القرآن والسنة، عقيدة الخوارج الأولين الذين خرجوا على عثمان بن عفان، والذين خرجوا على علي بن أبي طالب، والذين خرجوا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم خرجوا على دولة بني أمية، ثم خرجوا على دولة بني العباس. وكلما حققت الأمة الإسلامية انتصارا خرجوا عليها ليهدموا جهادها، واليوم خرجوا علينا ليهدموا جهادنا، وتعاونوا مع النصيرية والرافضة، وأعملوا في المسلمين قتلا وذبحا، وتسلطوا على رقاب الأمة، ورفعوا شعارات براقة تخالف ما هم عليه من منهج خبيث. بالأمس جاء شيخهم وكبيرهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان اسمه ذو الخويصرة، كث اللحية، نادئ الجبين، نادئ الوجنتين، غائر العينين، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل يا محمد، يزعم أنه أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم، قال: اعدل يا محمد، فوالله ما هذه قسمة أريد بها وجه الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ويحك من يعدل إن لم أعدل، لقد استأمنه الله على القرآن والسنة. وقام الخوارج ليقولوا أنهم أفضل من النبي، خابوا وخسروا. النبي أفضل، والنبي أكرم، والنبي أقوم، وأصحابه كذلك. ثم ولى ذلك الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضئضئ هذا أناس تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يعودون إليه، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم. هؤلاء هم الخوارج، هم عصابة دولة البغدادي، هم الحثالة القذرة، دولة العراق والشام، دولة الأوغاد، دولة الخونة، دولة المجوس. بالأمس كنا في معارك القلمون، وكان معنا عدد من الإخوة، وكان معي بعض الإخوة ممن هو معنا اليوم. كنا على مشارف اقتحام مستودعات الدبابات، وقد وضعوا 5 دبابات لرصد المستودعات حتى لا تترك منا واحدا يتقدم، وأنا كنت متترس خلف صخرة، والله رفعت رأسي مرة فضربت الدبابة وأصابت الصخرة التي كنت خلفها،
لكن من الله علي أن الصخرة كانت كبيرة، أصابت صخرة من الخلف، لا نستطيع أن نرفع رؤوسنا. جاء شاب مجاهد مثلكم اسمه أبو المقدام، نصب منصة صواريخه وركب عليها صاروخه، ثم انتظر الدبابة حتى علت المنصة فضربها ودمرها ولله الحمد، ثم الدبابة الثانية فضربها ودمرها، ثم الدبابة الثالثة فضربها ودمرها، ثم مدفع 23 دمره. وانطلقنا في الاقتحام واقتحمنا الخمستين تسعة وسحبنا دبابات العدو وأخذناها وهي معنا اليوم في القلمون ولله الحمد. لما انتهت المعركة ذهب أبو المقدام بقافلة مدنية إلى الشمال، فأوقفه حاجز، أوقف القافلة حاجز من حواجز عصابة البغدادي داعش الذين سنذهب اليوم ونسحقهم إن شاء الله، ومعهم ورقة فيها تعريف بالرجل من النظام. أول ما وصلت السيارة نظروا إليها كذا، أبو المقدام صائد الدبابات، انزل انزل انزل. فأنزلوه من السيارة وكبلوا يديه إلى الخلف ورموه أرضا على وجهه، ثم وضعوا أصابعهم في عينيه وذبحوه من الوريد إلى الوريد. هؤلاء الأوغاد القذرون الخونة الحثالة، كان النظام مستعد أن يدفع 100 مليون دولار مقابل أن يقتل أبو المقدام، لأن أبو المقدام خسرهم أكثر من 200-300-500 ألف مليون دولار. لم يستطع النظام أن يتخلص من أبو المقدام، فتخلص منه أولئك الأوغاد الحثالة، هؤلاء القوم الذين سنذهب لقتالهم اليوم، هؤلاء القوم الذين قتلوا المجاهدين في العراق، وقتلوا المجاهدين في حلب، وقتلوا المجاهدين في الدير، وقتلوا المجاهدين في إدلب. ولما كنا في إدلب تخاذلت الفصائل كما حصل معنا اليوم، لكن جيش الإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى طهر إدلب من أرجاسهم وأنجاسهم. إخوانكم الذين كانوا معكم هنا، أبو الحارث الذي كان في الزبير قائد قوات إدلب الآن طهر إدلب من أرجاسهم وأنجاسهم ولله الحمد. وفي حلب كذلك الأمر، وقد وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وقال شر قتلى تحت أديم السماء، طوبى لمن قتلهم وقتلوه، لمن قتلوه أجر شهيدين، خير قتلى من قتلوه. كل معاركنا مع النظام فيها أجر شهيد، معاركنا مع أوغاد البغدادي فيها أجر شهيدين، أجر شهيدين. ولا يغرنكم منظرهم ومنظرهم، الخوارج الخونة، ليس الأمر بالمظاهر ومظاهرهم بعكس السنة، كل واحد عمل رأسه قد مشط البلدية هيك الشعر، ليس من السنة هذا. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يوما شعث الرأس فقال أما وجد هذا ما يسكن به شعره؟ يتميزون عن الناس ويرفعون شعارات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يحسنون القول ويسيئون الفعل. قال الله تبارك وتعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال أبو أمامة الخوارج وجوههم سوداء ووجوه أهل السنة بيضاء. هؤلاء يا إخواني لو تمكنوا من البلاد يعتقدون أن المسلمين كفار ويستحلون دماءهم وأموالهم بل وأعراضهم. في بعض المناطق في حلب حدثني أبو عمر حريتان قائد لواء التوحيد بعد عبد القادر صالح الله يرحمه، كان يستمع إليهم على اللاسلكي تجسس، دخلوا إلى بيت من بيوت المجاهدين، من بيوت مجاهدين هناك في حلب، فوجدوا فيه رجل وفتاة عمرها 17 سنة وطفل عمره 9 سنين، فكان يقول على اللاسلكي شيخ وجدنا عائلة من عوائل الصحوات. قال له اقتل الرجال واترك النساء على اللاسلكي. قال له والله لا اقتلنهم جميعا.
كفار عوائل الصحوات. فأطلق النار على الرجل وهرب الطفل، ثم أضجع البنت عمرها 17 سنة وذبحها السكين. هؤلاء يريدون أن يفعلوا بنا هكذا، وقد أسرنا منهم عددا، ووجدنا بعضهم رافضة جاي من العراق وجاي من تونس، رافضي خبيث حاقد انتسب إلى عصابة البغدادي، أبو قسورة التونسي. مين أبو قسورة التونسي؟ فتش دور تلاقي يا يهودي يا رافضي، لا معروف الأب ولا معروف العائلة. عندما تحقق معه تكتشف أنه يهودي أو رافضي نجس كلب، سماه النبي صلى الله عليه وسلم كلاب أهل النار أو غاد حثالة. طوبى لكم في قتالهم، والله إن قتالهم خير من قتال النظام. وإياكم أن تجبنوا يا شباب، إياكم أن تجبنوا، وإياكم أن تتقربوا إلى الله بمعصية الله. اليوم الشيخ قال نفطر أقوالنا كما ورد في الحديث، وأفطرنا جميعا، وهذا الفطر عبادة لله عز وجل كما أن الصيام عبادة، لكن إياكم أن يتقرب أحدكم بمعصية لله عز وجل. ابتعد عن الألفاظ الخبيثة، ابتعد عن الكلام البذيء، ابتعد عن المجاهرة بالتدخين. أعطاك الله الفطرة هبة، فإياك أن تعصيه جهارا. استغفروا الله عند انطلاقكم لعدوكم، وادخلوا على العدو بقلوب منكسرة لله، قوية على أعداء الله. إخوانكم في إدلب دخلوا عليهم وسحقوهم سحقا ولم يبقوا منهم أحدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم ستدخلون على بلدة، بلدة ميدعة، يتحصن الخوارج فيها. نحن لا يوجد بيننا وبين أهالي ميدعة مشكلة، أهالي ميدعة مسلمين سنة مثلنا مثلهم، لكن المشكلة بيننا وبين الخوارج. أهالي ميدعة يقاتلون معنا من أول الثورة، لكن المشكلة بيننا وبين الخوارج، بيننا وبين أعداء الله. ستقتحمون بيوت الخوارج، كبلوهم وهاتوهم واقتلوا من قاوم منهم. أنتم جيش الإسلام، الذي أسس جيش الإسلام هو الرسول صلى الله عليه وسلم. أيام بدر أسس جيش الإسلام، ونحن نمشي على هذا الطريق، وسنبقى على طريق جيش الإسلام الذي أسسه النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله. ارفعوا رؤوسكم بما أنتم عليه وانطلقوا إلى جهادكم، فقد جاهد جيش الإسلام في أيام علي بن أبي طالب، جاهد الخوارج وقتلهم شر قتلة، وانتصر عليهم وطهر الأرض من أنجاسهم وأرجاسهم. لا أريدكم أن ترجعوا إلا منتصرين إن شاء الله. استعينوا بالله، وما أن تنطلقوا من هنا حتى تلهج ألسنتكم بذكر الله، وقولوا أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، حتى ينطلق واحدنا كيوم ولدته أمه من الذنوب. اترك ذنوبك هنا وانطلق أبيض إلى المعركة لتكن وليا من أولياء الله، مجاهد ولي في رمضان في شدة الحر لأبغض خلق الله إلى الله، يقاتل أبغض خلق الله إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم سماهم أبغض خلق الله إليه، شر قتلى تحت أديم السماء. من كان يحلم بهذه الكرامة؟ من كان يحلم بهذه الكرامة؟ مجاهد تحت اسم الإسلام وللإسلام وبالإسلام، وفي رمضان المبارك، وفي غوطة دمشق، في فسطاط المسلمين.